بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية شراء منتج من خلال تطبيق الأمازون وإرساله لعنوان آخر. أنا بالنسبة لي حاليا عندي حسابي على الأمازون وحاطط عنواني، فبدي أشتري غرض من خلال تطبيق الأمازون، بس ما بدي أبعته لعنواني، بدي أبعته لعنوان شخص ثاني. يا ترى كيف راح تكون الطريقة؟ هلأ بكل بساطة على الشكل التالي، خذ على تطبيق الأمازون على الشكل التالي مثل ما شايفين عندي هون. فيطلع عندك هون المنتجات الموجودة حاليا بتطبيق الامازون، بتختار اي منتج بدك اياه. فرضا بدي اختار هذا الستاندر خاص بالجوالات، رح نكبس عليه ضغطة هيك. فانا بدي اشتري هذا الستاندر وبدي ابعته لاحد الاصدقاء، فما بدي اشتريه وابعت له عنواني، بدي ابعته لعنوان شخص اخر. كيف رح تكون الطريقة؟ فرضا بدي اختار اي احد المنتجات، بدي اختار هذا المنتج الموجود عندي هون على الشكل التالي، رح اكبس عليه ضغطة هيك. فيطلع عندي هون المعلومات الخاصة بهذا المنتج. هلا رح ننزل لتحت بالاسفل عشان كفي عملية الشراء، رح ننزل لتحت بالاسفل. فانتم شايفين عندي هون عم يعطيني المعلومات الخاصة بالمنتج والتكلفة والمبيعات، حتى عم يعطيني عنوان التسليم. هلا رح اكبس على كلمة يد سكوفين الموجودة عندي هون على الشكل التالي. انا حكيت مثل ما حكيت انه انا بدي اعمل، هلا عم تطلع عندي لوحة على الشكل التالي. هلا انا بالنسبة لي بدي اغير العنوان الخاصة بالتسليم. هلا رح ننزل لتحت بالاسفل. عم نشوف السعر الخاص بالمنتج مع الارسال. رح نجي للخيار اللي اسمه هو الليفرنج ادريس، يعني العنوان الخاص بالتسليم. انا بالنسبه لي حاليا هذا عنواني الموجود بالادرسه، يعني لما اذا اشتريت هذا المنتج رح يتم التسليم على عنواني الخاص. انا بالنسبه لي بدي سلمه لعنوان احد الاشخاص. هلا عند عباره الليفرنج ادريس رح نشوف هذا العنوان، ورح نشوف هون اخر عنوان فيه سهم. رح نكبس على السهم الموجود عندي هون، فيطلع عندي لوحة الموجودة على شكل تالي، عم يعطيك العنوان الخاص فيني، وعم يعطيك إمكانية تعديل هذا العنوان، بالإضافة إلى أنه بإمكانك تضيف عنوان جديد. أنا بالنسبة لي ما بدي أبعض هذا المنتج على عنواني، بدي أضيفه، ولا بدي أعمل إضافة عنوان جديد، بدي أبعته لأحد الأشخاص. رح نكبس على نوي أدريس هندسه فوق، يعني إضافة عنوان جديد، رح نكبس عليه ضغطة هيك. هلا عم يعطيك على الشكل التالي، عم يطلب منك تدخل عنوان الثاني اللي بدك تبعت له هاي الارسالي هذا المنتج. على الشكل التالي عم يطلب منك تدخل هاي البيانات، الفول ستاند ليش نام، يعني الاسم الكامل، الاسم الاول والاسم الثاني، تحط هون الاسم الاول مع الاسم الثاني. هون التليفون الخاص بصاحب اللي راح، الشخص اللي راح يستلم. هون الادرس، هون العنوان الخاص بالشخص المستلم اللي بدك تبعت له الطرد. هون البي ال سي، يعني رقم البريدي. هون اسم المدينه. هذا رح ننزل تحت بالاسفل، وراح نكبس على كلمة ادريس ديز ادريس بفندن، يعني الاستخدام. هلا انا راح بهاي البيانات. هلا محل الاسم الاول راح احط الاسم الكامل. التليفون بامكانك تضيفه، بامكانك لا. هلا رح ننزل تحت بالاسفل، حد عبارة ادريس احط الشارع، حد اسم الشارع حطيت اسم الشارع. هون نجي البي ال سي، يعني رقم البريد، حطيت رقم البريدي. والشتات، يعني اسم المدينة، حطيت بوخم. بعدها رح ننزل لتحت بالاسفل، رح نكبس على المربع الاصفر الموجود عندي ديزا ادريس ريفندون، يعني استخدام هذا الادريس. رح اكبس عليه ضغطه هيك. بعد ما كبسنا على اضافه هذا العنوان، عم يطلعني على الشكل التالي، عم يعطيني العنوان اللي انا ضفته. هلا راح اختار العنوان اللي انا ضفته على الشكل التالي، هذا العنوان اللي انا ضفته. وهلا اعطيه هذا استخدام هذا العنوان، هذا استخدام هذا العنوان. رح اكبس على المربع الاصفر كمان. فمثل ما شايفين عندي هون، هلا حاليا رح انزل لتحت بالاسفل، اتاكد انه تغير ادريس او لا. هلا مثل ما شايفين عندي هون، عند عنوان التسليم صار الادريس الجديد الخاص للشخص اللي بدي استلمه. مثل ما شايفين عندي هون فانش خاصة بوخر، هاي عنوان التسليم مو نفس عنواني. هلا رح ننزل لتحت بالاسفل، رح نشوف في عبارة يتسكوفن على الشكل التالي، فانا اكبس عليها. وبهالطريقة صار بإمكانك تشتري منتج من خلال تطبيق الأمازون وتبعته لعنوان شخص آخر. هاي كانت الطريقة بكل اختصار. هلا الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، وأشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.